طيب احنا بقى في موسم الفسيخ والرنجة وكل الحاجات اللي هي بتاعت الاحتفال بأعياد الربيع وشم المصريين شم النسيم. والحقيقة ان احنا المصريين هنا عندنا عادات كده أصيلة موجودة من زمان. نحتفل ازاي بشم النسيم؟ عندنا طقوس خاصة جدا الناس كلها اعتقد يعني بقينا بنصدر الطقوس دي لحتت كتير، البيض الملون والفسيخ بأنواعه بقى ملوحة رنجة، كل واحد على حسب بياكل ايه. واي حاجه بتطلع جديده كل سنه بنشوف شويه تقاليع كده، لكن الحقيقه كل ده في جنب وحب المصريين للفسيخ والرنجه والملوحه وكل الكلام ده، ده موضوع تاني خالص. كل سنه الناس بتستمتع بالاكله دي وبتقعد تستناها، ورغم اي كلام عن حالات تسمم او مشاكل ممكن تحصل في المعده بسبب فسيخ او يعني ملوحه فاسده او غيره، الناس برضو بتاكل. لكن احنا ازاي ممكن ناكل ده بشكل سليم، ونعرف ازاي لو لا قدر الله السمك ده فاسد؟ ونشوف كده المصريين كمان يعني اشتروا فسيخ ورنجة قد ايه، نعرف من الاستاذ محمد سعدة هيكلمنا اكتر عن كل اللي بيحصل في يعني السوق دلوقتي والكمية الموجودة هتغطي اصلا الاحتياجات الناس واستهلاكهم في اعياد شم النسيم. خلينا كده نعرف التفاصيل. مساء الخير على حضرتك استاذ محمد سعد، اهلا بيك، سكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. اهلا استاذة هدير وكل سنة وحضرتكم طيبين. الموجود في السوق يكفي الاستهلاك المحلي؟ لان انا عارفه ان في حاجات معينه احنا كل سنه بنستوردها بشكل كبير زي الرنجه وغيره. لا بالنسبه انا بقى يعني الاصناف الموجوده لشم النسيم الفسيخ والرنجه كلها متوفره في الاسواق. الرنجه عندنا بتبقى مصنعه محليا، عندنا الفسيخ موجود ده اصلا صناعه مصريه موجود ومتوفر بكميات كبيره. كان احنا في محافظة بورسعيد كان في الناس اللي كانوا عاملين المقاطعة على السمك، صحيح، نتيجة الارتفاع الأسعار بتاعته، وإحنا كانت الغرفة التجارية تدخلت في هذا الأمر يوم الحد اللي فات وعملت اجتماع موسع مع جميع الأطراف، وفي النهاية وصلنا إلى معادلات كويسة جدا وابتدت الأسعار تنزل في السوق ابتداء من يوم الثلاث اللي فات، وانتهت المقاطعة وأصبحت الأسماك متوفرة. وطبعا من ضمن الحاجات اللي كانت رافعة الاسعار كان الفسيخ، لان حضرتك عارفه قبل شم النسيم بيتسحب كميات بالذات من السمك البوري عشان يتعامل منه الفسيخ. هو كيلو الفسيخ بيتراوح من كام لكام في السوق يا فندم؟ كيلو الفسيخ يتراوح من كام لكام في السوق النهارده؟ يعني كيلو الفسيخ بيتراوح من يعني من 100 ل 120 جنيه في السوق. معلش لو عندك نصايح معينه للناس وهي بتشتري الفسيخ والملوح على وجه التحديد، عشان مسألة ان كل سنة بنشوف الحالات اللي بتحصل من تسمم بسبب الفسيخ او الملوحة او غيره. لا انا طبعا بقول للناس انها تشتري من الاماكن المعروفة، الاسواق المعروفة، من المحلات اللي هي موجودة في اسواق السمك على مستوى مصر كلها، لان دي بتبقى الرقابة الصحية متابعة وشايفة ومراجعة كل الاصناف الموجودة وعاملة رقابة صحية على الأسماك المعروضة من الفسيخ ومن الرنجة. فأنا ما أعتقدش أن المحلات دي أبدا بتخالف، ما حدش طبعا حد يشتري من أماكن غير معلومة، من 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 أي مصدر غير معلوم، من زي ما بنقول من بير السلم يشتروا أي صنف من الأصناف ويقولوا أن السمك فاسد وكده. لا أنا بقول لهم وبنبه يعني كل الناس أنها تشتري من الأماكن المعروفة. متوسط استهلاكنا تقريبا كان قد ايه السنه اللي فاتت، واحنا جاهزين بقد ايه السنه دي؟ يعني المصريين بيشتروا قد ايه فسيخ ورنجه في شم النسيم؟ لا انا ما عنديش العدد او الكميه بالظبط، ولكن المصريين كلهم بيشتروا، يعني في جميع المحافظات بتاكل الفسيخ في رمضان، انما الكميه في موسم شم النسيم، انما الكميات قد ايه لا يعني ما عنديش الرقم اللي اقدر اقوله لحضرتك يعني. عظيم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا أستاذ محمد سعدة، شكرا جزيلا.